حياكم الله. السالفة تقول هاك الواحد والواحد الله في سماه العالي وكل ابليس مخزيها الله. كان في هاك الفقير اللي يكد على حماره أعزكم الله ليكتات لعياله تورد المال ذا ويحمل غريضات ذي وعلى هالحق. وكان عايش ومستور رغم القل كان حامد لربه وشاكر وأحيانا تمر الأيام ما لقى شيء يجيبه للعيال. المهم في يوم من الأيام وهو معود لبيته هو حماره ويحصل له ذيك الشأت السمينة وكان ضرعها مليان بالحليب وهو اللي يسأل من مضيع له شات من فاقد له شات ما لقى أحد. قال الحمد لله هذه عطيت من الله لي ولعيالي وهو اللي يجيبها للبيت. يوم دخل البيت طارت عينات الحريمة والعيال من الفرحة وش ذا يا ابو فلان. قال هذا رزق ساقه لنا الله قومي يم عيالي احلبي لنا منها واحمدي الله. المهم هذه الشات قعدت عند خوينا فترة وكانت تدر لهم حليب طيب وكثير رغم ان العلف اللي يجيبه لها قليل الا ان صحت الابو وعياله زانت واسمنوا على حليب هالشات. وفي يوم من الأيام كانت المرأة حول المغرب تحلب هالشات وهي اللي يمغصها ويعورها بطنها وتتلفت يمين ويسار إلا ما عندها أحد لا عيالها ولا أبوهم وهي اللي تاخذ راحتها وتطلق هالصوت أعزكم الله. يوم انتبهت للشات إلا أنها تضحك ضحك غريب كنه ضحك آدمي. المرأة اجفلت منها وسوت نفسها ما انتبهت كملت حلبها للشاة ودخلت البيت. يوم جاء أبو عيالها قالت له يا أبو فلان اسمع الاسم ما يحضرني نسيته والله أنا شفت في الشاة شوفت تروع وبيك تردها مكان ما لقيتها. قال أبو عيالها أبد هذا رزق من ربي ولا نيب راده هذه أوهام اذكري الله يا مرة وتعوذي من إبليس. لكن الحريمة موجت خيفة خائفة ولا ارتاحت أبد قالت لأبو عيالها أما أنا ولا هالشات في البيت. قام أبو عيالها سفها وطلع من البيت ولا لقى كلامها في باله. المهم المرة خلت عيالها وراحت في بيت لأهلها الله يغفر لهم وسكنت فيه وكان عندها جار يقال له أبو علي جار لهم من فترة ويعرفهم ويعرف أهلها أول وكان نعم الجار. وفي اليوم اللي طلعت فيه المرة من البيت في الليل ادخلت الشات على الرجال وهو نايم يوم فز وارتاع منها ويسمي بالله ويذكر كلام أم عياله. قامت الشات تكلمه قالت له أنا ما غذيتكم أنت وعيالك من حليبي كذا أبيكم تسمنون حتى آكلكم بس ها تخير أبداك من وين. يوم أنه دكته الندامة ليتني طعت أم عيالي وهي اللي تاكله. راحت تدور على العيال وأمهم وعرفت مكانهم من ريحة حليبها المميز كانت تشم عن بعد. وصلت للبيت اللي فيها المرة والعيال وطقت الباب. الحريمة تحسبه إحدى جيرانها جيتها. يوم افتحت الباب إلا والله هالشات وهي اللي تدفر الباب وتدخل. قالت يلا عطيني أحد عيالت بتبدابه. المرة فطيلة قالت لها أبشري وهذا حقك غذيتينا من حليبت وما قصرتي إلا وش صار على أبو فلان. قالت الشات أكلته خلاص والدور لكم. قالت لها الحرمة أبشري بس وش رايك قبل ما تاكليني وليدي الأول نرقص لنا شوي ونستانس. قالت الشات الجنية زين. قالت الحريمة يقولون إن غناكم ورقصكم زين مرة وريني. وقامت الجنية ترقص وتصفق وتهيجن. يوم قضت قالت لها المرأة الحين جا دوري بوريت رقصنا. وقامت ترقص وتصفق المرأة بأعلى صوتها وتقول
يا أبو علي يا جارنا يا شوفة في دارنا ترقص وتطق الغماء تبي حد عيالنا وتقول وتردد هالغنية إلين سمعها أبو علي وفهم المقصود وهو يطب عليها من السطح ويسمي ويتعوذ منها ويعطيها الشوزن بين عيونها وتسلم الأم والعيال وتمت سبحونتنا اليوم علها نالت إعجابكم